التعبير الكتابي. أصنف حيوانات. أولا أخطط، أكتب أسماء الحيوانات التي أعرفها: الزرافة، الضفدعة، البقرة، النعجة، التمساح، الأرنب، الدجاجة، النعامة، السلحفاة، القطة. أصنف الحيوانات حسب الجدول: الزرافة تلد، الضفدعة من الحيوانات التي تبيض، البقرة من الحيوانات التي تلد، النعجة تلد، التمساح يبيض، الأرنب تلد، الدجاجة تبيض، النعامة تبيض، السلحفاة تبيض، القطة تلد. أبحث عن صور لحيوانات تلد وأخرى تبيض. هنا عندنا نموذج لحيوانات تلد وحيوانات تبيض: السلحفاة، القطة، النعامة، الضفدعة، البقرة، التمساح، الزرافة، الأرنب، الفرس، السمكة. أحيط صور الحيوانات الولودة بالأخضر. عندنا هنا الحيوانات الولودة محاطة بالأخضر: القطة، البقرة، الزرافة، الأرنب، الفرس. أحيط صور الحيوانات البيوضة بالأحمر. الحيوانات البيوضة بالأحمر: السلحفاة، النعامة، التمساح، الضفدعة، السمكة. محاطة بالأحمر. أكتب تعليقا مناسبا: من الحيوانات البيوضة التمساح والسمكة والضفدعة والنعامة والسلحفاة، من الحيوانات الولودة الزرافة والبقرة والقطة والفرس والأرنب. تنمو صغار الحيوانات البيوضة في البيضة. تنمو صغار الحيوانات الولودة في الرحم. هنا نموذج المكون: تعبير كتابي. العنوان: أصنف حيوانات. عندنا الحيوانات البيوضة محاطة بالأحمر، والحيوانات الولودة محاطة بالأخضر. التعليق: تنقسم الحيوانات إلى قسمين: حيوانات بيوضة وحيوانات ولودة. من الحيوانات البيوضة التمساح والضفدعة والسلحفاة والسمكة والنعامة، ومن الحيوانات الولودة الزرافة والبقرة والأرنب والفرس والقطة. تنمو صغار الحيوانات البيوضة في البيضة، بينما تنمو صغار الحيوانات الولودة في الرحم.